شكرا جزيلا. أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أحييكم في بداية نقلنا المباشر لمحاضرة اليوم التي يلقيها فضيلة الأستاذ الفقيه مين للشواف بعنوان فضل العشر الأواخر والتهجد وقيام الليل. وفي الجانب الطبي معنا الدكتور منن العابدين للحديث حول الصوم وارتفاع الحموضه. ننقل لكم هذه المحاضره عبر شبكه إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الإذاعة الأم، والإذاعات المتخصصة، والإذاعات الجهوية والمحلية، وصفحة الإذاعة على الفيسبوك، وقناة المحضرة، وشركاء الإذاعة في المجال السمعي البلسطيني والإلكتروني. قنوات شنقيط المرابطون الوطنية والساحل فضل العشر الأواخر من رمضان هذا موضوع في غاية الأهمية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا الليل وشد المئزر من هذا الحديث ينطلق فضيلة الأستاذ الفقيه مين في هذه المحاضرة التي تتناول فضائل العشر الأواخر من رمضان والتهجد وقيام الليل فليتفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون والشكر له سبحانه وتعالى على جميع نعمه الظاهرة والباطنة ولو أن لي في كل منبت شعرة لسانا يطيل الشكر كنت مقصرا والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب صل على النبي المصطفى ما وردت في الأيك ساجعة الربا يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يثربا يا رب صل على النبي وآله ما قال ذو كرم لضيف مرحبا بالله يا متلذذين بذكره صلوا عليه فما احق واوجبا صلوا على من غللته غمامه والجذع حن له وافصحت الظبا صلوا على من تدخلون بجاهه دار السلام وتبلغون المطلبا صلى وسلم ذو الجلال عليك ما ازكاك في الرسل الكرام واطيبا صلى وسلم ذو الجلال عليك من عبد الرحيم توسلا وتقربا اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته لا شك اننا في ظرف زماني متميز عظيم وفي ظرف مكاني متميز عظيم في كل منهما تضاعف الاعمال الصالحه وتضاعف الاعمال السيئه الا وهما يوم من ايام رمضان وبيتٌ من بيوتِ الله تبارك وتعالى، فالزمانُ معظَّم، والمكانُ معظَّم، والموضوعُ الذي نتناولُه موضوعٌ معظَّم الجميعُ من شعائِرِ الله تبارك وتعالى، التي أمرنا أن نُعظِّمها، وأن نرفعَ من شأنِها، وقال سبحانه وتعالى فيها إنما يعمرُ مساجِدَ الله من آمنَ بالله واليومِ الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ سَائِلِينَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن نَكُونَ مِمَّن يَصْدُقُ فِيهِم قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده سائلين الله سبحانه وتعالى أن نكون من أولئك الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم الحسنى وكتب لهم الزيادة والحسنى هي الجنة والزيادة هي النور إلى وجه الله الكريم الموضوع كما سمعتم فضل العشر الاواخر وقيام الليل والتهجد ايها الاخوه الكرام ان الله سبحانه وتعالى له سنن في هذا الكون ومن سننه سبحانه وتعالى في هذا الكون سنه التفضيل وهي سنه ماضيه تعم جميع اجزاء, أجزاء هذا الكون سواء منه العلوي وسواء منه السفلي. فالله سبحانه وتعالى خلق ملائكته لعبادته وفضلهم جميعا ولكنه مع ذلك فضل بعضهم على بعض. وارسل رسله من بني ادم وفضلهم على سائر مخلوقاته ولكنه ايضا فضل بعضهم على بعض كما قال جل من قائل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات هذه السنه ايضا نالت الازمنه والامكنه نصيبا منها فجعل الله سبحانه وتعالى بعض الازمنه افضل من بعض وجعل هذه العشره تفضل غيرها من ليالي هذا الشهر المبارك وجعل رمضان يفضل غيره من الاشهر ذلك أن الله سبحانه وتعالى يفضل ما شاء من مخلوقاته على ما شاء من مخلوقاته. وهذه العشر فضلها دلت عليه الآيات القرآنية. ودلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم القولية والعملية. أما الآيات القرآنية فنجد أن الله سبحانه وتعالى يقسم بهذه الليالي فيقول جل من قائل: والفجر وليالٍ عشر، والشفع والوتر والليل، فيقسم سبحانه وتعالى بهذه الليالي، حيث إن غير واحد من المفسرين ذهب إلى أن هذه الليالي التي أقسم الله سبحانه وتعالى بها في بداية هذه السورة هي هي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان وقد اختلف العلماء في العشر الأواخر من رمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة التي فيها ركن من أركان الإسلام ألا وهو الحج أيهما أفضل وذهبوا في ذلك إلى ثلاثة أقوال بعضهم قال عشر ذي الحجة أفضل بكاملها وبعضهم قال عشر العشر الأواخر من رمضان أفضل بكاملها وبعضهم فصل وجمع بين القولين فقال اما العشر الاواخر من رمضان فلياليها افضل من ليالي العشر الاوائل من ذي الحجه واما ايام العشر الاوائل من ذي الحجه فهي افضل من ايام العشر الاواخر من رمضان وقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الليالي يدل على تعظيمها الله سبحانه وتعالى لا يُقسمُ إلا بما هو مُعظَّمٌ عنده جل وعلا -، وقد أقسمَ بالكثير من مخلوقاته، أقسمَ بعُمر نبيِّه صلى الله عليه وسلم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، وتعلمون مكان عمر مكانةَ عُمرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عند الله سبحانه وتعالى، بأن ذلك العُمر هو الذي جعل الله سبحانه وتعالى هذا الخير كله ينتشر في هذه الدنيا من شرقها الى غربها في ذلك الظرف الزماني القليل في سنواته ولكنه كثير في مدلولاته وكثير في بركاته التي نفع الله تبارك وتعالى بها الدنيا وسينفع الله تبارك وتعالى بها الاخره. وهنا يقول الفقهاء ان القسم بالمخلوق من خصائص الله سبحانه وتعالى فهو من حقوق الله سبحانه وتعالى فالله جل وعلا له ان يقسم بما شاء من مخلوقاته اما المخلوق فانه لا يجوز له ان يقسم بمخلوق وانما يقسم بالخالق جل وعلا فالله سبحانه وتعالى حرم علينا ان نقسم بالمخلوقات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت اما الله سبحانه وتعالى فله ان يقسم بما شاء من مخلوقاته وقد اقسم سبحانه وتعالى بهذه الليالي والفجر وليال عشر هذه العشر فضلها عظيم جدا وذلك لما اودع الله سبحانه وتعالى فيها من الخير لما اودع الله سبحانه وتعالى فيها من مغفره الذنوب وما اودع فيها من رفع الدرجات ولانها هي خاتمه هذا الشهر المبارك وتعلمون ان الامور بخواتمها فالانسان خاتمته هي التي تحدد مصيره وكذلك ايضا هذا الشهر ما عملت في بدايته او عملت في وسطه كل ذلك يرجع في النهايه الى ما تعمل في خاتمته وهي هذه الايام وهذه الليالي العشر إن هذه الليالي العشر ينظر إليها المؤمن باعتباره مودعًا لهذا الضيف العظيم وهو يريد أن يُكرِمه غاية الإكرام حتى يودع فيه ما شاء الله تبارك وتعالى له أن يودع فيه من الخير تعلمون أننا قبل ليال كنا ننتظر قدوم هذا الضيف وكان دعاؤنا اللهم بلغنا رمضان ثم ظهر هذا الضيف صغيرا ثم ما زال به في كل ليله يكون اكبر من حجمه ويكون ضوءه اقوى وهكذا حتى وصل الى وسط العشر الوسط من رمضان فاكتمل ووصل الى نهايته في الكمال وهكذا بدا يتراجع وفي كل ليله من لياليه يتاخر طلوعه وفي كل ليله من لياليه ينتقص ضوءه وهكذا يودعنا وبالتالي امرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ان نودع هذا الضيف المبارك توديعا يليق به وفي هذا ايضا اشاره الى حاله الانسان فالانسان يبدا الناس ينتظرون قدومه ويقال هل ولد لاهل فلان مولود ثم بعد ذلك بايام اذا به يولد ثم بعد ذلك بعد ان ولد صغيرا اذا به في كل ليله وبعد ايام وبعد ليال اذا به يكبر واذا به تزداد قوته حتى اذا يستوي على سوقه ثم بعد ذلك يبدا في التناقص ويبدا في التراجع ويستمر على ذلك ثم يصل إلى مرحلة يبدأ الناس في توديعه، ثم يصل إلى مرحلة يضيب فيها عن الوجود. فهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى في هذا الكون واضحة، مفادها أن ما وقع لهذا الشهر سيقع هو نفسه ما يقع لهذا الإنسان. وفي ذلك يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ابن عشر من السنين ظلامُ رفعت عن نظيره الأقلام وابن عشرين للصبا والتصابي ليس يذنيه عن هواه ملام والثلاثين قوة وشباب وهيام ولوعة وغرام فإذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وشدة وتمام وابن خمسين مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون وهي سهام وابن سبعين عاش ما قد كفاه واعترته وساوس وسقام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام. وابن تسعين لا تسلني عنه فابن تسعين ما عليه كلام، فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام. إن هذا الشهر عندما تبدأ هذه العشر ينبغي أن يكون تعاملنا تعاملنا معه كتعاملنا مع ذلك الوالد الذي كنا نبجله ونعظمه ونقوم ببره ورأيناه وهو في آخر أيامه معنا فقمنا بتكريمه وقمنا وقمنا بتحسين هيئته وقمنا بتوديعه وداعا يليق به ويليق بمن يريد الجزاء الأوفر عند الله سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا أن نعظم ما عظم وأن نفضل ما فضل وأن نختار ما اختار وأن نريد ما أراد ولسان حالنا ينبغي أن يحكي حال لسان مقالنا كما قال القائل مرادي مراد الله فينا ومن يكن مريدا مراد الله نال مراده ومن يك مختارا بجهل مراده فذاك بسلطان الغواية قاده، كطفل تباكى يطلب الأم رزقه ولم يدر ما ينجيه مما أباده، فتمنعه الإطعام خوف هلاكه وتتركه يبكي وتخفي وداده، ومهما ترى الإطعام فيه صلاحه تهيئ له ما لا تخاف فساده، فشتان بين الأمهات وخالق خبير بحال العبد يرعى رشاده، فلا تتهم مولاك فيما قضى به فإن الخير فيما أراده عسى وعسى في سورة البكر دلتا فلا ترضي لا تكره وحاذر عناده. إن الله سبحانه وتعالى فضل هذه هذه الليالي العشر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا وهو المبين عن الله مراده كيف ينبغي أن نودع هذه العشر. وكيف ينبغي أن نعمل فيها؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مِئزَرَه وأيقظ أهلَه وأحيا ليلة، ونقف مع هذه الكلمات الثلاث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شدَّ مِئزَرَه ومعنى شدُّ المِئزَر ابتعاده عن أهله فانه صلى الله عليه وسلم يشتغل عن اهله بهذه العبادات التي سنذكر التي منها الاعتكاف والتي منها قيام الليل والتي منها قراءه القران والتي منها كثره ذكر الله تبارك وتعالى لا شك ان اتيان الاهل والحديث معهم ومؤانستهم ذلك كله عباده ولكن العباده اذا كان الوقت يقتضي أن تقدِّم عبادةً محدودة الوقت، وأكثر من تلك العبادة أجرًا ينبضي أن تقدِّم هذه العبادة التي هي عبادةٌ محدودة الوقت، سرعان ما ينتهي ذلك الوقت المُخصَّص لها، شدَّ مئزرَه وأحيا ليلَه، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُحيي الليل قبل رمضان، وفي رمضان يكون إحياؤه لليل أكثر، وفي العشر الأواخر من رمضان يكون إحياؤه لليل أكثر من بقية رمضان، ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الله تبارك وتعالى عليه التهجد وقيام الليل، ولذلك قال جل من قائل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقامًا محمودًا، فتهجد به نافلة لك أي زيادة لك فهي زيادة وجوب خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخليل رحمه الله تعالى في مختصره يقول: خصَّ النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الضحى والأضحى والتهجُّد، التهجُّد وجوبه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كونه صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها، هذا يقتضي منا نحن أيضًا أن نتأسَّى به في ذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر اكثر فذلك يعني اننا نحن ايضا ينبغي لنا ان نجتهد في هذه العشر اكثر مما كنا نجتهد في غيرها نجتهد بقيام الليل لان قيام الليل من اعظم ما يتقرب به الى الله تبارك وتعالى لانه وسيله دخول الجنه ووسيله دخولها بسلام الناس الذين يدخلون الجنه ينقسمون الى قسمين منهم من يدخل الجنه بسلام اي انه لا يجد الما قبلها ولا يجد فزعا قبلها وانما يكون من سعاده الدنيا وراحتها الى سعاده الاخره ومنهم من يدخل الجنة ولكنه لا يدخلها الا بعد ان يتعب بعد ان يعذب في قبره وبعد ان يعذب عند موته وبعد ان يعذب في الحشر وبعد ان يعذب على الصراط وبعد ان يدخل في النار فالذي يريد ان يدخل الجنة بسلام لابد وان يقوم باربعة امور هذه الامور نجد منها قيام الليل حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث الذي يُبَيِّنُ فيه كيف يدخل المؤمن الجنة بسلام صلُّ الأرحام صلةُ الأرحام وإطعامُ الطعام وإفشاءُ السلام وصلاةُ الليل والناسُ نيام افشُوا السلام وأطعمُوا الطعام وصلُّوا الأرحام وصلُّوا بالليل والناسُ نيام تدخل الجنة بسلام. أي إذا كنت تريد أن تدخل الجنة بلا عقبات قبلها وبلا أكدار قبلها فما عليك إلا أن تقوم بهذه العبادات بهذه الطريقة أن تفشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تُطعم الطعام فلا تتركه يبيت في بيتك وأنت مستغنياً عنه وكان امه محمد صلى الله عليه وسلم لا تعنيك بشيء فينبغي ان تطعم الطعام وان تصل الارحام فقطيعه الارحام ايضا صاحبها لا يظفر له وصاحبها حرم الله تبارك وتعالى عليه دخول الجنه والخصله الرابعه ان تقوم في ذلك الوقت الذي لا يراك فيه الا الله جل وعلا لا تريد بذلك رياء، لا تريد بذلك سمعة، لا تريد بذلك أن يقال فلان بات يصلي، تقوم في وقت من الليل لا يراك إلا الواحد الأحد، وتتوضأ وتحسن الوضوء، وتصلي ركع ركعات لله تبارك وتعالى في ظلمات الليل، وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قيام الليل جعل جزاءه شيئا لم يطلع عليه أحدًا من مخلوقاته؛ حيث يقول جل من قائل: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفًا وطمعًا ومما رزقناهم يُنفقون فلا تعلم نفسٌ ما أُخفي لهم من قرَّة أعين جزاء بما كانوا يعملون) قال العلماء: (لا هنا نافيه) ونفس النكرة، والنكرة في سياق النفي تعم عموما مطلقا، فمعنى ذلك أن هؤلاء لما أخفوا عبادتهم عن غير الله أخفى الله تبارك وتعالى جزاءهم عن غير الله فلم يطلع عليه أحدًا من مخلوقاته، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، جزاء تلك الركعات التي قاموا بها في ذلك الوقت من الليل الذي لا يراهم فيه إلا الله الواحد الأحد أيها الإخوة الكرام إن قيام الليل لا يحتاج إلى قوة بدن ولا يحتاج إلى صحة بدن وعدم وجود مرض فيه إنما يحتاج إلى شيء واحد هو توفيق الله تبارك وتعالى فكم من شيخ ضعف عظمه وكبرت سنه وشاب راسه ومع ذلك لا يترك قيام الليل وكم من شاب قوي البنيه يستطيع ان يحمل الاثقال ولكنه مع ذلك لا يستطيع ان يقوم الليل لان الله سبحانه وتعالى لم يوفقه لذلك فقيام الليل خصله عظيمه وعباده جليله وكان الصالحون يقولون من ترك قيام الليل فلا حظ له في الصالحين من ترك قيام الليل فلا حظ له في الصالحين وكان الصالحون يقولون ان ليل الشتاء هو صاحب اولئك الذين كتب الله تبارك وتعالى لهم الحسنى لانه كلما طال الليل كلما تمتعوا ومتعتهم انما هي بالركوع لله جل وعلا والسجود لله تبارك وتعالى ان في قيام الليل سعاده لا يذوقها الا من قام الليل فمن قام الليل في وقت لا يراه الا الله تبارك وتعالى سيجد سعاده ما كان يتصور انها توجد في هذه الدنيا ثم ان قيام الليل سكينه في القلب ونور في القلب وسكينه ونور على الوجه حتى ان الصالحين والسلف كانوا إذا أرادوا للمرأة الصغيرة أن يكون وجهها جميلا أمروها بقيام الليل فكان الوالد يحرص على أن, يكون أن تكون بناته من أهل قيام الليل قالوا لأن في ذلك نور القلوب وفي ذلك أيضا نور الوجوه فيجعل الله تبارك وتعالى سكينة ويجعل نورا على هذه الوجوه فالذين يبحثون عن الجمال والذين يبحثون عن ما يبيضون به وجوههم قبل ان يذهبوا الى تلك المواد الكيميائيه انصحهم بان يذهبوا الى قيام الليل فالله سبحانه وتعالى جاعل على وجوههم من الجمال وجاعل على وجوههم من السكينه ما لا ينظر اليه احد الا وعلم ان هناك شيءٌ من أمر الله تبارك وتعالى، فينبغي لنا أن نُكثِر من قيام الليل خارج رمضان، وأن نُكثِر منه في رمضان، وأن نُكثِر منه أكثر من ذلك في هذه العشر، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. كذلك أيضًا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، وهذا يعني أنه ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يكون أهله معه فيما هو فيه من الخير، لا أن يكون هو في ذلك الخير من قيام الليل ومن عبادة الله تبارك وتعالى، وأن يدع أهله يسهرون في الملاهي، يدع أبناءه وبناته يسهرون في الملاهي، وفيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، فهذا لا ينبغي للمؤمن، فالمؤمن الذي يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد وان يهتم بعباده اهله لا بد وان يهتم بسلوك اهله ولذلك قال الله تبارك وتعالى قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يُمَرُونَ وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل اذا قام من الليل فتوضا وايقظ زوجته وقامت وتوضات وصليا ركعتين يغفر لهما ما تقدم من ذنوبهما وان المراه اذا قامت وتوضات وايقظت زوجها وقام وتوضا وصليا ركعتين غفر الله تبارك وتعالى لهما ما تقدم من ذنوبهما فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ اهله في الليالي العشر الاواخر من رمضان واما في غيرها فنجد في غير ما حديث انه صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليله وبجانبه عائشه وعائشه رضي الله تعالى عنها نائمه ولذلك يقول بلال رضي الله تعالى عنه انه جاءه ذات ليله وذلك بعد ان اذن ودخل عليه فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ورجله الشريفة لا تكاد تحمله من شدة الورم وذلك من كهرة قيام الليل فقال له يا رسول الله لم تفعل هذا بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا وعائشة رضي الله تعالى عنها روت عنه نفس القصة أيضا وروت عنه أنه كانت تكون مضجعة بجانبه وهو يقوم الليل فإذا سجد غمزها غمزها في رجلها حتى حتى تجذب رجلها عنه حتى يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يسجد أما في هذه العشر فإنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع له ينامون عن قيام الليل لأنهم يودعون هذا الضيف العظيم، وكذلك أيضاً من العبادات المطلوبة في هذه العشر قراءة القرآن، كان عهدنا بالقرآن قبل رمضان ليس كعهدنا به في رمضان، وكذلك أيضاً عهدنا بالقرآن في هذه العشر لا ينبغي أن يكون كعهدنا به في غيرها، القرآن كل حرف منه بعشر حسنات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف القرآن يقال لصاحبه يوم القيامة اقرأ وارتق كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها فقراءة القرآن أيضا في هذه العشر من العبادات التي ينبغي أن نكثر منها والعبادات الأخرى لعلنا نصل إليها إن شاء الله تعالى اعود اليكم باذن الله تعالى شكرا جزيلا لفضيلة الاستاذ الفقيه مينو الشواف اجاد وافاد في هذه المحاضرة التي تناولت فضائل العشر الاواخر من رمضان بقي الكثير ساتيح له الفرصة مرة اخرى للحديث حول ليلة القدر التي هي مظنة في هذه الليالي وكذلك الاعتكاف وكذلك القيام من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هناك ايضا خصلة الجود والكرم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأتيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة هناك الايثار وهناك الكثير من الطاعات التي على المسلم ان ينتهز الفرصه في هذه العشر الاواخر للقيام بها. اتحول الان الى فضيله الدكتور بننا والعابدين للحديث حول الحموضه، ارتفاع الحموضه وهو شيء تعرفونه، ارتفاع الحموضه تسالون عنه كل يوم، ارتفاع الحموضه والصوم. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبي الكريم تقبل الله صيامنا وصيام الجميع وضعه لنا ولكم الاجر بالنسبه لهنا, لهنا نحترم العنوان اللي خطروا آآ الاعداد اللي هو ارتفاع الحموضه اصطلاحا ولو انه علميا ارتفاع الحموضه مثلا ما هو موجود علميا ولكن هناك الامراض الناتجه عن 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 مشاكل المعده